فاحنا بنعمل ده كتير. من الناس يقول لك ده يمكن ملوش لازمه. هو انتم يعني مش عايزوننا نحلم لبلدنا انها تاخد مكان يليق بيها ويبقى فيها امكانيات لنمو حقيقي؟ في دور انا اعمله وفي دور احنا هنعمله. والله العظيم بدون مبالغه الدور اللي انا بعمله هو يعني عشان كده دايما اقول ربنا ربنا، لانه ربنا شرفني وعزني واكرمني ودايما بيرضيني بالكلام اللي احنا بنفكر فيه وبعدين يساعدنا ان احنا نعمله. لكن انتم ما تلومنيش انا، بس انا الومكم انتم كمان معايا. لكل انسان، لكل اسره مصريه، انا الكلام ده قلته من 3 4 سنين مش كده؟ حصل صح. وقلت ساعتها والدكتور خالد عبد الغفار زعل جدا مني وقال لي ازاي تقول ان احنا ما عندناش في وزاره التعليم العالي، كان ساعتها ماسك التعليم، ازاي تقول ان احنا ما عندناش غير 111 ولا 100 مش 111 111 مش كده؟ عملنا اختبار عشان نجيب من شريحه المتعلمين التعليم ده. ف عشان انا كنت عشمان ان انا كان الواحد هيكلف 30,000 ولا 40,000 ولا حتى 60,000 دولار عشان يتعلم التعليم ده، مش كده؟ تمام يا فندم. قصتك عايز 1000 والله. وانا لو النهارده لو في 2000 و3000 مستعدين بتبقى للمعايير دي يجي هناخده هاخده واعلمه. طب ده تيجي ازاي؟ قاعدين كلكم تدخلوا ولادكم اداب وتجاره ومع كل التقدير والكلام ده قلته قبل كده والاحترام وحقوق وكده، طب هيطلع يشتغل ايه؟ هيطلع يشتغل ايه وتقول ما بيشغلناش والابن يبقى زعلان مني وزعلان من الحكومه يقول لك ما بتشغلناش ليه؟ هيشغله يقول لك طب يروح يشتغل مدرس، مش كده يا عمرو؟ صح. ده انا بقول لك على حاجه هتشتغلها وانت قاعد في بيتك، هتعمل لك 20,000 30,000 دولار في الشهر وممكن توصل ل 100,000 دولار في الشهر. يا مصريين يا اللي قاعدين تقعدوا في المراكز تقعدوا تستنوا ولادكم بره عقبال ما ياخدوا الدوره والدراسه اللي بيدرسوها، اقعدوا على الكلام ده. كلنا حد يقول لي الحكومه سياسات وهي الحكومه اللي تعمل ده، صحيح احنا بنعمل استراتيجيات وسياسات تتنفذ والحكومه بأزراعها او بوزارتها تعمل، لكن لو ما كناش كلنا مع بعضنا نبقى فاهمين الفكره عشان نركز فيها. بتركزوا على ان الابن او الابنه يجيب مجموع كويس قوي عشان يخش الطب والهندسه ولا باس، بس خلي بالكم لو يعني انتم مش عايزين تقولوا لي يعني اذا كنت عندي 25 مليون في التعليم الاساسي ما فيش منهم حد يبقى متنحرر كده في المدرسه يشوف ويقول انا عندي الولد اللي في ابتدائي ده واعدادي عنده فرصه، خدوه علموه التعليم دوت. حد في عندي 4 مليون في الجامعه ولا 4.5 مليون مش قادر اجيب منهم من خلال كل عين لاجل خاطر بلدنا لاجل خاطر مصر تحطوا عينيكم على الكلام ده عشان ننقيهم وندربهم ونجهزهم، عشان بدل ما يقول لي ان شاء الله في 2030 اوعدك ان هيبقى 9 9 ايه؟ اه والله صحيح 9 ايه؟ انا عايز 90. انتم مش شايفين ان احنا ظروفنا صعبه ولا ايه؟ يعني انت النهارده جاي تفتتح الموضوع ده عشان انت بعد فتره بقالك كتير ما بتتكلمش، مش كده؟ انا بكلمكم عشان انتم اهلي وناسي ودي بلدنا كلنا، واذا كنتوش يعني تنسوا نفسكم وتفكروا فيها هي عشان البلد دي تبقى ليها مكان كبير. اللي معمول ده انا ما اتكلمتش عنه كتير قوي عشان لاسباب خاصه بيا يعني، لان كده، لكن اللي معمول ده فوق خيالكم. اللي معمول ده من ناحيه التقدم وحاجات كتير قوي فوق خيالكم، وبلد زي مصر
ما تعملوش ولا تفكر فيه لان هي غلبانه. جيب منين يعني؟ لكن عملناه. مش هنعمله؟ عملناه. في حاجات من اللي هنا موجوده دي موجوده تحت الارض، ما تضربش باي انواع من القنابل يعني، بس انا ما اتكلمتش في دي. حاجات كتير كده.